رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب إذنة الأصل يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، عزيزي، هل سبق لك أن خضعت لدورة تأهيلية في الحياة الزوجية؟ لقد اعتدنا أيها الإخوة أن نخضع إلى دورات تأهيلية في قيادة المركبة. كل إنسان إذا أراد أن يقود مركبة ينبغي عليه أن يخضع لدورة، ثم ينبغي أن يتقدم الامتحان، بعد ذلك أنت تنال شهادة تخولك أن تقود هذه المركبة. إذا لم تنجح بالطبع سوف تعيد هذا الامتحان، وربما طلب إليك أن تعيد الدورة. كثير منا يخضع لدورة في اللغة الإنجليزية، وبعد هذه الدورة أنت تتقدم لامتحان، وبعد هذا الامتحان تنال شهادة، وبناء على هذه الشهادة تكون لك مرتبة مع هذه اللغة الجديدة. كثير منا خضع لدورة في قيادة الحاسب. الآن في العالم يوجد دورات رفيعة لإدارة الحاسب، وحدثنا أحد رواد الفضاء بأنه قال لأجل أن يمضي سنتين في الفضاء، لأجل أن يمضي أياماً معدودات عفواً في الفضاء، إنه خضع لدورة على الأرض لمدة سنتين. أعتقد أن قيادة الأسرة أهم بكثير من قيادة الحاسب، أن إدارة الأسرة، وتعتقدون ذلك معي، أخطر بكثير من قيادة سيارة، أن ذهاباً نحو الزواج أدق بكثير من ذهاب في رحلة إلى الفضاء. لماذا لا نخضع لدورة تأهيلية في الحياة الزوجية؟ الآن سنخضع جميعاً لدورة تأهيلية في الحياة الزوجية. العالم كله أيها الإخوة يتجه في هذه الأيام نحو التأهيل والتدريب. كل الوزارات في سائر الدول المتقدمة فيها مديريات للتأهيل والتدريب. في وزارات التعليم مديريات للتأهيل والتدريب، في وزارات الصحة مديريات للتأهيل والتدريب، في وزارات المواصلات مديريات للتأهيل والتدريب. التأهيل والتدريب أيها الإخوة بات فناً وبات علماً. لماذا لا نقيم دورات تأهيلية للحياة الزوجية؟ الآن سنقيم مثل هذه الدورة بالتعاون معكم خلال 30 حلقة من هذا البرنامج، الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. بلغني أنه في بعض البلاد الإسلامية لأجل أن تتقدم إلى القاضي الشرعي لتسجل عقد زواج ينبغي عليك أن تقدم مع أوراقك الثبوتية ورقة تشير أنك خضعت لدورة تأهيلية في الحياة الزوجية. بدون هذه الورقة لا يزوجك، والفتاة كذلك مع أوراقها الثبوتية، مع ورقة الهوية، مع دفتر العائلة، مع سائر الأوراق والثبوتيات، ينبغي عليها أن تبرز ورقة تقول إنها خضعت لدورة تأهيلية في الحياة الزوجية، وبناء على هذه الورقة مع سائر الأوراق تزوج. إن لم تظهر هذه الورقة فإنهم يعتذرون إليها في الزواج. لماذا لا يكون هذا الأمر عاماً في سائر بلادنا؟ الآن سنخضع مجتمعين لدورة تأهيلية في الحياة الزوجية. يا أيها الإخوة، يا أيتها الأخوات، يا أيها الناظرون والناظرات،
كانت الآباء والأمهات في الماضي يؤهلون أولادهم للزواج، أما اليوم فالتأهيل عفواً ضعيف جداً. وإليكم هذه القصة. حدثني أحد الإخوة الذي بلغ مرتبة عالية في العلم وفي المكانة الاجتماعية والجاه والمال، له من العمر 80 سنة الآن. قال لي: يا أستاذ، لما تزوجت وبعد عرسي بيوم أو يومين زارني أبي في بيتي مهنئاً مع المهنئين، لكني فوجئت بأن أبي قال لي وأنا العريس الرجل الذي اعتد بشبابي وبقوتي وبجمالي، قال لي: ائتني بورقة وقلم رصاص وممحات. عجبت من هذا الطلب. قلت لأبي: وقد أخرجت في جهازي كل شيء يحتاجه العريس والعروس، لكن ما خطر في بالي دفتر وقلم رصاص وممحات، قلت: ما عندي. قال: انزل إلى السوق حتى تأتيني بورقة وقلم رصاص وممحات. وبالفعل نزلت وجئته بها. قال لي: يا ابني، اكتب على الورقة. قلت: ما اكتب. قال: اكتب ما شئت. كتبت. قال لي: امحو. محوت. قال لي: اكتب مرة ثانية. قلت: ابي ارجوك حدثني، ماذا تريد مني؟ قال: اقول لك اكتب. كتبت. بعد ان انهيت الكتابة قال: امحو. محوت. قال: اكتب. كتبت. امحو. محوت. ثم قلت له: أبي أرجوك ماذا تريد؟ قال: يا ولدي، الزواج يحتاج إلى ممحات. إذا لم تحمل معك في زواجك ممحات تمحو بها أشياء لا تسرك من زوجتك، الزوجة إذا لم تحمل معها ممحات تمحو بها بعض المواقف التي لا تسرها من زوجها، فإن صحيفة الزواج ستمتلئ سواداً من أول يوم. كان الآباء يؤهلون الأبناء والبنات للزواج، اليوم التأهيل قليل جداً، ونخاف أن التأهيل في بعض الأحيان يكون بشكل مغلوط. لذلك أيها الإخوة، كانت هذه الدورة دورة تأهيلية في الحياة الزوجية. نسب الطلاق أيها الإخوة، ولا أريد أن أرسم تشاؤماً عندكم لكنه واقع. نسب الطلاق كانت في بعض المدن العربية عام 1951 9%، يعني في الخمسينيات كانت نسبة الطلاق 9%. عام 1961 صارت نسبة الطلاق في تلك المدينة 19%. قبل 10 سنوات صارت نسبة الطلاق في تلك المدينة 30%، لكن نسبة الطلاق قبل 8 أشهر في هذه المدينة العربية كانت 49%. هذا رقم مخيف أيها الإخوة، 50% من حالات الزواج تنتهي بطلاق سريع. وفي مدينة نفطية بلغت نسبة الطلاق 60%. هذا مؤشر خطر كبير يهدد المجتمعات العربية والإسلامية وسائر المجتمعات على هذه المعمورة. لذلك كانت هذه الدورة دورة تأهيلية في الحياة الزوجية. كتبت إحدى الصحف تقول: إن ظاهرة باتت موجودة في بعض البلاد، سموها ظاهرة الطلاق في السنة الأولى، يعني أن الشاب يطلق بعد شهر، أو قل بعد شهرين، أو قل بعد 6 أشهر، أو قل بعد سنة. والحق أيها الإخوة أن الذي طلق في هذه الفترة لم يتعرف بعد تعرفاً كاملاً على زوجته، والزوجة لم تعرف الآن إلى الآن زوجها من هو، لكنه طلق. ظاهرة الطلاق في السنة الأولى. وحدثني أحد الإخوة يقول إن زوجته ذهبت لتبحث عن فتاة مناسبة لابنه، لقد دخلت إلى 26 بيتاً، وهي بيوت صاحبة علم ومكانة وأدب،
لكنه تفاجأ وزوجته معه تفاجأت أن 21 فتاة من هؤلاء الفتيات 26 كنا قد طلقنا قبل الآن، تزوجنا لمدة يومين أو أسبوعين أو شهر على الأكثر بعقد نسميه عقد براني أو سجل في المحاكم، المهم أن الفتاة طلقت بعد يومين أو أكثر أو أقل. ما السبب؟ أعتقد ولعلكم تعتقدون معي أن الشباب والبنات، أننا نحن لا نؤهل أولادنا وبناتنا للزواج، لذلك كانت هذه الدورة دورة تأهيلية في الحياة الزوجية. يا أيها الإخوة، المجتمعات غير المسلمة تئن اليوم في الشرق والغرب من حدوث انفصام في الأسر، بل من عدم إنشاء لهذه الأسر. سجلوا عندكم هذه الأرقام، في عام 2020 هناك دول أوروبية ستنقرض. ما يوجد دولة أوروبية، يوجد تقنيات نعم، يوجد جامعات نعم، يوجد تسلح نعم، يوجد إنسان لا، القوم لا يتزوجون، لا يشكلون أسرا، لا ينجبون أطفالا، لذلك هم ماضون نحو الانقراض ونحو فقد الإنسان في مجتمعاتهم. لذلك نحن جميعا يا أيها الإخوة يا أيتها الأخوات، نحن معنيون جميعا بإنشاء الأسر وبالمحافظة على الأسر، وإن أكبر جريمة نسيء فيها إلى هذه الكرة الأرضية أن نفكك أواصر الأسر أو أن لا نتعامل صحيحا مع أزواجنا أو مع زوجاتنا. وللمساعدة في هذه الأمور كانت هذه الدورة دورة تأهيلية للحياة الزوجية. نحن في هذه الدورة سنتكلم في مواضيع مختلفة، سنتحدث عن التأهيل النفسي للمتزوجين، سنتحدث عن دوافع الزواج، لماذا يتزوج الناس، سنتحدث عن الخطبة، كيف تخطب، سنتحدث عن اختيار الزوجة، كيف أختار زوجتي، كيف تختار زوجتك، سنتحدث عن اختيار الزوج، وسنتحدث كذلك عن العقد، سنتحدث عن الفترة بين العقد والعرس. ماذا أتكلم مع مخطوبتي أنا في هذه الفترة؟ ماذا تتكلم هي معي؟ من أين نشتري ثيابنا؟ ما الهدايا التي سأقدمها لزوجتي هذه التي عقدت عليها في فترة العقد؟ كيف أتعامل مع أهل زوجتي؟ وكيف تتعامل هي مع أهلي؟ كيف نرتب ما يتعلق بحفلة العرس؟ سنتحدث عن ليلة العرس، سنتحدث عن الزوج كما يريده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسنتحدث عن الزوجة كما يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم واعذروني، لابد أن نتحدث عن المشاكل، كيف نحل المشاكل؟ الحياة الزوجية فيها مشاكل، لا بد في الزواج من خصام، لا تصدق أن زواجا بدون خصام، لكن كيف نتعامل مع هذا الخصام؟ كيف نتعامل مع هذه المشكلة التي ستحدث؟ سنتحدث في نقاط مهمة حول احتواء المشاكل الزوجية. ثم إننا أيضا سنتحدث عن الطلاق، لأن الذي يطير بالطائرة ينبغي عليه أن يتعلم كيف يحلق بها وكيف يهبط بها، ولا ينفع أن تتعلم كيف تطير الطائرة ولا تتعلم كيف تهبط بالطائرة، فإنك ستهوي بنا إلى مكان صعب جدا. وفي خاتمة الدورة سنتحدث أيضا في خاتمة فيها وصية مفيدة لكل زوج ولكل زوجة، مع موضوعات أخرى تسركم إن شاء الله وتنفعكم في الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. نتابع الحديث بعد الفاصل. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. نعود مرة ثانية معكم إلى الدورة التأهيلية للحياة الزوجية في حلقتها الأولى. عنوان حلقة اليوم أننا سنتحدث عن دعوة الإسلام إلى الزواج. العالم اليوم يا أيها الإخوة يبحث كله عن أسرة. أهم خمس مشاكل في أمريكا
المشكلة رقم 3 فقد الأسرة. هناك دول أوروبية الآن إنها ذاهبة نحو الاحتضار والموت، ويسجل باحثوهم أننا في عام 2020 سنفقد بعض الدول الأوروبية. في العالم اليوم وزارات للعائلات، وزارة العائلات تجاري وزارة النفط، وتساوي وزارة الاقتصاد، وتماشي وزارات الداخلية. كانت وزيرة العائلات في إحدى الدول الأوروبية قبل أشهر تحدث الناس على قناتهم الأرضية، تقول: ينبغي علينا أن نتعلم من هؤلاء المسلمين القادمين إلينا كيف نشكل أسراً، وكيف ننجب أطفالاً، وكيف نربي هؤلاء الأطفال. لقد ملكوا مالاً، نعم، لقد ملكوا اقتصاداً، نعم، لقد ملكوا أسلحة، نعم، لكنهم لم يملكوا إنساناً صحيحاً. الإنسان هو أغلى قيمة وأغلى موجود في هذه الأرض، لذلك دعا الإسلام نحو الزواج. وإني وجدت في دعوة الإسلام نحو الزواج منصبة في نقاط أربعة. النقطة الأولى: في القرآن الكريم 146 آية تحدثك عن الأسرة، تحدثك عن الزواج، عن الطلاق، عن العدد، عن النفقات، عن الرضاع، عن علاقة الزوج بزوجته والزوجة بزوجها، عن علاقة الأب بأولاده والأولاد بأبيهم. قرآن ينزل من السماء، أشرف كتاب ينزل من رب السماء لرحمة هذه الأرض، يحدثك في 146 آية عن الأسرة وما يتعلق بها. لا شك أن هذا الرقم يوحي بخطورة وأهمية ونفاسة موضوع الأسرة. أما حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإنني لم أستطع أن أحصيه عداً لكثرة المادة الحديثية التي تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأسرة وما يتعلق بها. أحاديث كثيرة، وافرة، عميمة، ممتدة طولاً وعرضاً تحدثكم عن الأسرة. وهذه الأحاديث والمادة الكثيفة إنما فيها دعوة واضحة نحو الزواج ونحو تشكيل الأسر. أما المادة الفقهية أيها الإخوة، فكثير منا يعلم أن الفقه في الشريعة الإسلامية، هذا الفقه منقسم إلى أقسام أربعة. لو فتحت أي كتاب في الفقه لتنظر فيه وقد جمع مادة فقهية كبيرة، المادة الشرعية الفقهية الكبيرة، لرأيته منقسما إلى أربعة أقسام. الربع الأول هو ربع العبادات: الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج وما يتعلق بهذه العبادات. الربع الثاني ربع المعاملات: البيع والشراء والأجارة والكفالة والحوالة والوكالة وما إلى ذلك من بيع وشراء ومعاملات مالية بين الناس. الربع الثالث يحدثك في القضاء، ويحدثك هذا الربع في السياسة الشرعية وفي الحدود وفي الجنايات وفي القصاص، حديث أيضاً عن القضاء والسياسة الشرعية. أما الربع الرابع والشاهد هنا ما يسمى الأحوال الشخصية، يعني فقه الأسرة: عبادات، معاملات، قضاء، أسرة. الأسرة نالت ربع الفقه الإسلامي، 146 آية، مادة حديثية كثيفة جداً تحدثك عن الأسرة، ربع الفقه الإسلامي فيه حديث عن الأسرة. هذه الأمور فيها دعوة واضحة من الإسلام إلى الزواج، وهذه النقطة الأولى في دعوة الإسلام إلى الزواج. أما النقطة الثانية فإني وجدت أجوراً كبيرة رتبها الإسلام للمتزوجين، وحدهم المتزوجون هم ينالون هذه الأجور. لو كنت أتقى الأتقياء وأصفى الأصفياء وأنقى الأنقياء وأقرب المقربين لن تنال واحدة من هذه الأجور إن لم تتزوج. هذه الأجور الكبيرة والكثيفة والكثيرة التي سأحدثكم عنها أو عن بعضها فيها دعوة من حضرة الله تعالى ومن جناب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكل شاب غير متزوج أن يتزوج، ولكل فتاة ليست متزوجة أن تتزوج. مسكين 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 شاب لا زوجة له،
مسكينة مسكينة مسكينة، شابة لا زوج لها. هناك أجر أولا في النفقة على العيال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله، عندما تلتقي السيوف، عندما تتطاحن الخيول، عندما يخرج شرر المعركة، وعندما يثور نقعها وغبارها، أنت تنفق في سبيل الله. هناك دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، يعني في عتق رقبة، وعتق الرقبة له منزلة عالية في هذا الدين، ودينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك. أعظمها أجرا، خمنوا، لعل أحدنا يقول إنه الذي ينفقه المجاهد، لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، على عيالك. هذا أجر كبير. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللقمة يرفعها أحدكم إلى فم زوجته له بها صدقة، له بها أجر. تخيل هذه الأجور الكبيرة التي تنالها إذا أنفقت مصروفك الشهري على أهل بيتك، على أولادك، على بيتك، على أسرتك، كل هذه لك بها أجور. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، وأيما مسلم كسى مسلما على عري كساه الله من حلل الجنة. فكم يكسو الزوج زوجته، وكم يكسو الأب أولاده. هذه أجور يا أيها الإخوة لا ينالها إلا المتزوجون، المتزوجون وحدهم ينالون هذا الأجر، أما غير المتزوج فعفوا فقد هذا الأجر وهذه الأجرة. ثم هناك أجور أيضا في الصبر على فقد أحد الأولاد. إذا مات ولد من الأولاد وبقي الوالد أو الوالدان حيان أحدهما أو كلاهما، ينالان أجرا كبيرا بفقدهما واحدا من الأولاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد، قال الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي قبضتم روح ولد عبدي؟ تقول الملائكة: نعم يا رب. يقول الله تعالى: قبضتم ثمرة فؤاده؟ يقولون: نعم يا رب. يقول: ماذا قال عبدي؟ يقولون: يا رب حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لن ينال هذا الأجر إلا أب، إلا أم، إلا زوج، إلا زوجة. ثم إن هناك أجرا أيضا رتبه الشارع على معاونة الزوج زوجته على طاعة الله، أو العكس، إذا عاونت الزوجة زوجها على طاعة الله تعالى. يا أيها الشباب، يا أيتها الفتيات، نحن كلنا، كثير منا يذهب إلى رجل صالح يعتقد صلاحه، يقول: لو دعوت الله لي، أرجوك ادعو الله لي أن يرحمني في الدنيا والآخرة. الآن سيدعو لكم رأس الصالحين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أتقى الأتقياء، أصل التقوى على هذه الأرض، رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لزوج، لشاب تزوج وفعل شرطا ثانيا، ولفتاة تزوجت وفعلت شرطا ثانيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ زوجه، فإن لم تستيقظ نضح في وجهها الماء، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ثم صليا جميعا. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، ثم أيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء، ثم صليا جميعا. لقد دعا لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة: رحم الله رجلا، رحم الله امرأة. هذا الأجر لن تناله إلا إذا تزوجت وساعدت أهل بيتك على الطاعات.
ثم أيها الإخوة، أيتها الأخوات، هناك أجور خاصة بالنساء إذا أطاعت أزواجهن. وما عليه أن تطيع المرأة زوجها؟ الحياة كلها يا أيها الإخوة قائمة على رئيس ومرؤوس، على قائد ومقود، على مدير وموظف. يطيع الموظف المدير، وليس في هذا غضاضة وليس في هذا نقص، بل إن سلامة المركب في أن يطيع المرؤوس رئيسه. ثم للمرأة أجور كبيرة إذا هي أطاعت زوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. بالله عليكم، ماذا تريد المرأة من هذه الحياة، الدنيا والآخرة، إذا نبئت أنها ستدخل الجنة؟ إنك ستدخلين الجنة إذا أطعت زوجك مع تقوى الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها أدخل الجنة من أي الأبواب شئت، لقد نالت مرتبة عالية عند الله. هذه الأجور يا أيها الإخوة الكثيرة والعميمة من الإسلام، إنما فيها دعوة مباشرة أو غير مباشرة نحو الزواج، فالإسلام يدعوك للزواج. النقطة الثالثة في دعوة الإسلام إلى الزواج أن الإسلام يسر أمور الزواج ورغب فيه، وطلب من الناس عامة، طلب منا أن نساعد المتزوجين ما استطعنا. والنقطة الرابعة والأخيرة أن الإسلام عاقب الذين اتخذوا وسائل غير مشروعة في تسيير وتنفيق وإذهاب شهواتهم الجنسية. وأنت عندما تعاقب المخطئ فإنما أنت تدعو المحسن إلى زيادة إحسانه، عندما تعاقب الذي يكذب فإنما تشجع الصادقين على الصدق، عندما يعاقب الإسلام الذين ذهبوا نحو الحرام فإنما يدعوهم ويدعو الناس جميعا للذهاب نحو الزواج ونحو الحلال. هذه هي أيها الإخوة نقاط أربعة في دعوة الإسلام إلى الزواج. بها تنتهي حلقة اليوم من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. نلقاكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل. يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حله.